المرضى بمرض يعني لا يرجى برؤه، وأخبروا الأطباء بأنه هو خلاص يتبقى ليه أيام معدودة وفي آلام شديدة عافانا الله جميعا زي أمراض السرطان وغيره. مسألة الموت الرحيم دكتور، إن الشخص يعني يوصي أو يعني هو لو وصلت حالته إلى مرحلة معينة ينزعوا الأجهزة عنه خلاص ويتركوه إلى الموت، هل يجوز هذا الأمر في الشريعة؟ في فرق يا اخي الحبيب بين الموت الرحيم الذي يسمونه رحيما وهو ليس رحيما ولا شيء، وبين نزع الاجهزه عن المريض. اي نعم. الموت الرحيم الذي يسمونه رحيما ونحن نعترض على ذلك، وكل المجامع الفقهيه رفضت هذه المساله، انه يعجل بحياته. يحقن بماده سامه او يحقن بماده مخدره زياده في المخدر فيموت في ساعتها. هذا قتل للنفس، هذا منتحر. يأسن فيه الإنسان ويأسن فيه الطبيب ويأسن فيه كل من شارك في ذلك، لأنه يعجل بحياته ولا يتحمل البلاء ولا يتحمل الابتلاء في هذه المسألة. قد كان أحد الصحابة يعني يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لما كان فيه برح لم يتحمله، وضع سيفه تحت صدره ثم يعني اتكأ عليه فقضى على نفسه. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه منتحر وأنه قاتل لنفسه، ومن قتل نفسه يعني جزاؤه معروف قرآن والسنة. أما رفع الأجهزة فليس قتلا، لأن الإنسان ربما يعيش على هذه الأجهزة سنوات وهو ميت موتا طبيعيا، موتا حقيقيا، لكنه يتنفس أمام الناس ويعني يدخل النفس ويخرج، لكنه يظل على هذه الأجهزة. فقال الأطباء أو قالت المجامع الفقهية في هذه المسألة، إذا كانت هناك لجنة طبية قالت إن الموت بدأ في جذع الدماغ، هذا أمر يعرفه أهل التخصص من الأطباء، ليس شرط أن يموت القلب، لبعض الناس يقول لابد أن يكف الدم القلب عن ضخ الدماغ، وما دام هو على الجهاز سيضخ القلب بالدماغ، لكنه يتحرك حركة ليست يعني ذاتية، حركة يعني بواسطة الأجهزة، فهذا فيه تعطيل لهذه الأجهزة وفي تكلفة لأوليائه ربما لا يطيقونها. فرفع الجهاز عنه ليس شرط، ليس شيئا. إذا قالت لجنة من الأطباء أن الأجهزة هذه لا تساعد في شفائه وأنه لن تعود إليه الحياة مرة أخرى، يرفع عنه الجهاز، لكن لا يعجل بوفاته أبدا بطريقة الحقن المميتة أو بأي طريقة أخرى، حتى لو أذن هو في ذلك يأسم الطبيب ويأسم هو ويأسم كل من شارك في هذه المسألة. هناك فرق كبير بين الموت وبين رفع الأجهزة. يرفع الأجهزة وإن كان له عمر سيعيش، يعني إذا كان له عمر بعد ذلك يستطيع أن يعيش، إذا لم يكن له عمر وقال الأطباء أن الموت يعني موت جذع الدماغ بدأ يتحلل، أنه لا يمكن بحسب المقاييس البشرية أن تعود لهذا الرجل أو لهذه المرأة أو لهذا الإنسان الحياة، أن يعود الحياة مرة أخرى وتشهد بذلك لجنة طبية معتبرة، في هذه الحالة يترك من الأجهزة ويترك بعد ذلك له عمر سيعيش، إن لم يكن له عمر فيعني يموت وإلى رحمة الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. دكتور تقريبا